نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي للصحافه الرياضيه، وتحديدا هنروح على مقر جريده الشروق حيث تتواجد زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم عشان نتابع معها اخر الاخبار واهم المانشيتات الصحفيه. هنا صباح الفل عليك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي ومداخل مقر جريدة الشروق، أخدكم في جولة لأبرز وأهم أخبار الصحف الرياضية الصادرة اليوم. والبداية من جريدة الشروق، اتحاد السلاح يعلن قائمة المنتخب استعدادا للمشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط. كشف مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني عن أسماء اللاعبين المشاركين في بطولة دورة البحر المتوسط، واللي طبعا هتقام في الجزائر نهاية يونيو الجاري من الفترة 25 يونيو إلى 5 يوليو المقبل. يعني بتضم قائمة منتخب مصر في ثلاث أسلحة مختلفة، كل من محمد حمزة، علاء الدين أبو القاسم، محمد عصام، زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، محمد السيد، أحمد السيد، ومحمد ياسين. يعني طبعا مصر بتشارك في 19 رياضة. الفرق بتستعد جيدا جدا منذ فترة، ويمكن كمان أغلبها دخل في معسكر مغلق. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. نروح بقى لجريدة اليوم السابع، 90 مليون يورو مقابل 30 قيمة محمد صلاح التسويقية، 3 أضعاف رونالدو. يعني طبعا أصبحت القيمة التسويقية لنجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي 3 أضعاف قيمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب طبعا مانشستر يونايتد، وذلك بحسب آخر تحديث من شبكة ترانسفير ماركت العالمي. يعني طبعا هو متخصص في قيمة وإحصائيات اللاعبين، أصبحت تبلغ قيمة تسويقية لمحمد صلاح 90 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لرونالدو 30 مليون. يعني حقيقة النجم محمد صلاح كل يوم بيصنع مجد جديد وبيثبت للعالم كله أنه مفيش مستحيل، وده طبعا هيكون ليه تأثير إيجابي جدا على جميع أبطالنا المصريين. نروح بقى لجريدة الشرق الأوسط، والتحقيقات تتواصل في فوضى نهائي دوري الأبطال وترقب النتائج في سبتمبر. بدأ العمل هذا الأسبوع على إعداد التقارير المستقلة بشأن الأحداث التي رافقت نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، طبعا كانت بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، واللي طبعا أقيمت في فرنسا على أن تسلم نتائج التقارير في سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لتقرير أحد قادة الاتحاد الأوروبي للعبة، واللي كذب الحقيقة خلال الاستماع إليه أمس الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ الأرقام الفرنسية بخصوص عدد التذاكر المزورة. يعني طبعا المباراة النهائية شهدت فوضى عارمة الحقيقة، حيث عانى مشجعو ليفربول للدخول إلى الملعب وحضور المباراة، لكن على أي حال نتائج التقارير هتظهر في شهر 9 المقبل. اخيرا بقى نروح ليلا كوره ماني عن بايرن، النادي المناسب في الوقت المناسب. قام النجم السنغالي ساديو ماني بعمل حوار مطول مع صحيفه بيلد الالمانيه بعد وصوله صباح امس الى ميونخ من اجل اتمام انتقاله رسميا الى صفوف البايرن خلال طبعا الميركاتو الصيفي المقبل. وكانت التقارير تشير الى نجاح النادي البافاري في حسم صفقه السنغالي بعد توصله لاتفاق نهائي مع الريدز على ضم اللاعب صاحب الثلاثين عام في صفقة وصلت قيمتها إلى 42.5 مليون يورو. طبعا كان أعرب اللاعب عن سعادته الشديدة وقال إنه النادي المناسب في الوقت المناسب، وإنه كان بيتمنى الانتقال إلى العملاق الألماني منذ فترة. يعني دي كريم ويا هواند كانت أبرز أخبار الصحف الرياضية الصادرة اليوم. طبعا قبل ما أختم كلامي حابة أضم صوتي لصوت جميع الأهلاوية وأتمنى كل التوفيق لفريقنا طبعا في مباراة اليوم أمام غزل المحلة، إن شاء الله يفوزوا ويقتنصوا 3 نقاط جداد، لأن طبعا زي ما احنا عارفين كل نقطة مهمة جدا لحسم بطولة الدوري. والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. الله، وبنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم على هذه التغطية الصحفية المتميزة كالعادة. شكرا لك.